والدليل واحنا بنفتكر النهارده ذكرى واحد من اغلى اللعيبه على قلوب كل جماهير نادي الاهلي، محمد عبد الوهاب 16 سنه، 16 سنه، متخيلين الوقت عدى ازاي؟ 16 سنه على رحيل محمد عبد الوهاب، وما زالت جماهير النادي الاهلي حاطه الاسم ده واللاعب ده في مكانه ثانيه خالص. ورغم ان مشواره ما كانش طويل بشكل عام في الملاعب، ورغم ان مشواره ما كانش طويل بشكل خاص مع النادي الاهلي، الا انه الحقيقه حفر اسمه بحروف من نور، لدرجه انه الناس لغايه النهارده فاكره كويس قوي اسم محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ما زال في قلوب وفي عقول جماهير النادي الاهلي، وابدا ابدا مش ممكن ننساه. عبد الوهاب يلعب، الله 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 الله، هدف الاول، صاروخ يا محمد عبد الوهاب، حلوه حلوه حلوه، من اروع الاهداف. حل اليوم الاربعاء الموافق 31 من شهر اغسطس الجاري الذكرى 16 على وفاة محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 2006 عن عمر ناهز 23 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريبات الفريق الأحمر على ملعب مختار التتش بالجزيرة. انضم محمد عبد الوهاب إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2004 قادما من صفوف نادي الظفر الإماراتي بعقد إعارة ممتد لمدة موسمين، وذلك بعد تألقه في صفوف المنتخب الوطني للشباب آنذاك تحت قيادة المعلم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للكرة المصرية. ونجح الراحل محمد عبد الوهاب في الحصول مع الأهلي على 6 بطولات على مدار العامين اللذين قضاهما داخل جدران القلعة الحمراء، بوقع 2 بطولات للدوري الممتاز ومثلهما لكأس مصر، ولقب وحيد لدوري أبطال إفريقيا ومثله للسوبر الإفريقي، إلى جانب الوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلي في عام 2005 بالبطولة التي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحصد فيها الفريق الأحمر المركز 6 والأخير. وسجل عبد الوهاب 3 أهداف مع الأهلي بالدوري الممتاز، أولها في مرمى الكروم في الإسكندرية يوم 18 فبراير 2006 وفاز الأهلي 3-0، والثاني في مرمى MP يوم 9 مارس 2006، والثالث في مرمى الإسماعيلي يوم 22 مايو 2006 بالإسماعيلية وفاز الأهلي 4-0. وفي كأس مصر ساهم محمد عبد الوهاب في فوز الأهلي بالكأس موسم 2005-2006 وسجل 2، الأول في مرمى إسمنت السويس في دور 8 وفاز الأهلي 3-0، والثاني في مرمى حرس الحدود في دور 4 وفاز الأهلي 1-0، وشارك محمد عبد الوهاب في جميع مباريات البطولة 5.